اليوم عم نرجع نتذكر مشاهدينا هالتاريخ الصعب، ذكرى مرور 100 سنة على الإبادة الأرمنية. بتصور بالألفية الثالثة ما حدا منا رح يقدر ينسى هالمجازر، ويوم بعد يوم وسنة بعد سنة الصوت رح يرتفع ولابد ما يوصل الحق لأهله. حبينا اليوم بهالمناسبة نستضيف أبرز الشخصيات الأرمنية اللبنانية اللي كلنا منفتخر فيهم، وضيفنا الأول هو الإعلامي زافان كويومجيان. أهلا وسهلا فيك زافان، شرفتنا. شكرا. أهلا وسهلا فيك. وأخيرا وأخيرا التقينا من سنين طويلة. نعم. بنلتقى خارج استوديو أو نعم. وراء الكاميرا، وإجا الوقت إنه نلتقى أمام الكاميرا وبتصور وبذكرى يعني هالقد مهمة هالقد عظيمة. اليوم حبينا نقدم تحية وفاء، تحية حب وتحية بقاء للشعب الأرمني، ونستقبل شخصيات من أصل أرمني كلنا بنفتخر فيهم، وكانوا من الأرمن الكتار اللي انتشر حول العالم، وعن جد كانوا قدوة لبقية الأرمن ونشروا القضية الأرمنية وين ما كان بالعالم. حضرتك بلبنان ولكن من أصل أرمني، وداخل كل عائلة أرمنية في قصة بتأرخ نضال هالشعب، قصة بتأرخ معاناة هالشعب، وكمان قصة بتأرخ تمسك هالشعب بالحياة وبالحب. بدي بداية تشرح لنا وتخبرنا عن قصة جدك ووالدته وكيف وصلتوا على لبنان. أول شيء شكرا لك وشكرا للإم تي في، يعني دائما الام تي في اصيله بهالمناسبه تجاه تحياتها وفاءها لمشاهدينا الارمن، ومشان هيك الارمن كثير بحبوا الام تي في. بكل بيت ارمني في قصه، لانه كلنا يعني جايين من قصه من المجزره ومن وجع من الم من وجع ومن الم. بقى انا كمان قصه عائلتي بتشبه قصص كثير ارمنيه. هلا الحلو بقصة جدي اللي كان عمره بالأشهر وقت المجزرة أنا الجيل الثالث للمجزرة، خلينا نبلش هلا بالأجيال. بقى أنا الجيل الثالث، جدي كان بالأشهر لما صارت المجزرة، وبيو انقتل خلال المجزرة، وأمه يعني لتنقذ هالطفل حطته بسلة بقلب النهر وتركت المي سلمته لله، وهي راحت مع اللي راحوا يعني وكل هالقصص. هلا بعد شي 3 سنين كانت بضيعه، كانت عم تشتغل بفرق الاغاثه. نعم. لانقاذ الارمن، لانه بتعرفي لسنوات طويله بقوا الارمن بالصحراء، لانه المجزره ما كانت نهار واحد او سنه واحده، كانت مستمره. فستي كانت تشتغل نيرس بفرق انقاذ دوليه لمساعده الارمن اللي موجودين بالصحراء. وبوحده من هالضياع بتتعطل معهم السياره، بيوقفوا بفوتوا على بيت ضيعه كرديه، وبتشوف ولد عمره 3 سنين، وبتطلع بهذا الولد، ولد بين كثير مجموعه اولاد. نعم. يعني بتطلع بهالولد وبتقول هذا الولد ابني. مش معقول. هلا العائله هونيك ببلشوا يعيطوا عليها وبدهم يشحطوها، شو ابنك؟ هيدا ابننا، وهيدا هيدا ما بعرف شو كانوا مسمينه، يعني هيدا ابننا اللي كثير بنحبه. وإذ فجأة بتبلش هي تبكي، لا هيدا ابني وهيدا ابني، وبتقول لهم في عنده شمية، بتبرهن لهم في عنده شمية على ظهره. هلا بس تقول في عنده شمية على ظهره، العائلة الكردية ببلشوا يبكوا، لأنه بيعرفوا إنه بالفعل هيدا ابنه، هيدا ابنه، وبيعرفوا إنه هيدا الصبي لقوه بالنهر. هلا القصة الحلوة إنه كيف لقوه بالنهر؟ بقى بأحد الصباحات بيسمعوا صوت الضفادع غريب، بيسمعوا انه في صوت الضفادع اليوم الصبح عم بتطلع صوت غريب بالنهر. بقى بيروحوا بيلاقوا الضفادع حول سله مثل هيك حامينها واخذينها على جنب، مثل قصص الافلام، مثل قصص الافلام اللي بتأرخ تاريخ. ايه. عبر العهود. بقى انا دائما في هيدي القصه بذاكرتي، يعني هي اخذته واجوا على لبنان، رجعت اخذته واجت على لبنان. نعم. وبلبنان رجعوا كونوا عائله، و ويعني عشنا وصلنا لهون، مرقوا 3 أجيال ومرقوا 3 أجيال وبعد هيدي القصة. هلا هيدي القصة شو أهميتها؟ هيدي القصة منا قصة فريدة من باب إنه يعني بس أنا عندي إياها، كل الأرمن عندهم هاي القصص، لأنه كلهم هن أحفاد هيدا الجيل اللي تعرض لهالإبادة الجماعية اللي هي جريمة بحق الإنسانية. هلا هالقصة مثلي أنا، هي كل الأرمن بتعطيهم دافع لأنهم يضلون عم يبحثوا عن الكمال. نعم. يضلون عم يبحثوا عن إثبات
انه في بدايه جديده وراء اي ماساه ممكن الواحد يتعرضها. دائما بيبحثوا عن اهميه تثبيت الهويه، اهميه انه يبقوا ارمن ويحافظوا يعني على هاي الهويه. يعني عم بيحاولوا الالم لامل 100%. امل جديد بالحياه. وهيدا كله بفخر، يعني في كثير كل شعب بيفتخر بنفسه، كل شعب بحب نفسه، كل شعب بحب انه ينجح، بس عند الارمن في زياده. ولكن مش كل شعب بتعرض للاباده. ايه عند الارمن الزياده هو الشعور بالفخر، شعور بانه اذا انت عملت انجاز هيدا انجاز مش بس لك، انجاز لذاكرتك ولبيك ولجدك ولكل العالم. يعني دائما في نقاش انه انا ارمني او لبناني او عربي، هلا انا حاسم هيدا الموضوع من زمان، انه انا لبناني ارمني عربي. واللي وخلطه واللي مش عاجبه يعني يضرب راسه بالحيط. بس انا بس فكر يعني شو الفرق بين ارمنيتي او لبنانيتي. وهلا مؤخرا اكتشفت شو الفرق. انا شو بس حس حالي لبناني، بحس حالي فرد. يعني بحس حالي individual one. مش هيك دائما اللبنانية. ولما بتفكر بزمان الارمني، لما بفكر بالارمن بحس حالي مجموعه. هالقد من ضمن يعني دائما انا بالنسبه لي الارمن في 10 وراي عم ناكل اكل طيب. بينما نحن اللبنانيه وبعدين علينا هالشعور زمان يعني او نتعلم منكم، لانه وعلى كل الاحوال مشكله يعني اللبنانيه اللي مش ارمن هي انه دائما في الفرديه. اللبناني دائما بينجح كفرد وما بينجح كمجموعه، يعني بيكون هو لحاله كثير ناجح، حطيه بين 10 بيختلفوا على الطائفيه وعلى السياسه وعلى الارمني. لا، الارمني دائما بالنسبه لي هو هالمجموعه الفخوره المبسوطه. يعني على الرغم من كل هالمأساة، وشكرا لابسه اسود اليوم يعني هيدي لاف يعني لافت هالشيء كان، بس الارمن شعب فرح، شعب بحب الحياه، شعب بحب الالوان، شعب صنع من مأساته انتصار للانسانيه وللكرامه الانسانيه، وهيدا اهم شيء. مشان هيك كل ارمني فخور بنفسه. ان شاء الله بتضلوا فخورين مثل ما نحن كمان فخورين فيكم وبانجازاتكم. زمان مرق 100 سنه على المجازر الارمنيه، ليش تحرك الارمن هالسنه بيختلف عن السنوات الماضيه؟ كيف عم بيكون مختلف؟ لانه هيدي السنه يعني رمزيه، 100 سنه مش هينه وقرن، واي قضيه تبقى حيه لهالدرجه بعد قرن هيدا انجاز. الارمن هالسنه حققوا شيء كثير مهم، اللي هو رفعوا القضيه الارمنيه بمصاف القضايا العالميه. المنابر يعني الدوليه. ايه يعني صارت مثل موضوع التمييز العنصري ب يعني أرمينيا تبنت هالقضية كدولة، عم تتبنى هالقضية، منا بقى قضية شعب. يعني السنة صارت مينستريم القضية الأرمنية، صارت مثل بس تقولي التمييز بجنوب أفريقيا، بس تقولي يعني هو القضايا العالمية اللي كل العالم تحكي فيها وكل العالم تعرف فيها. القضايا الإنسانية العالمية. هيدا كان إنجاز كتير مهم، وكل الأرمن لأنه ذكرى المية تضافروا وتوحدوا ليحكوا بهذا الموضوع، كل واحد من منبره. كل يعني أنا مثلا خدمت الأول مرة، صار لي 20 سنة بطلع على التيفي، أول مرة بحكي عن موضوع المجازر. ليش نطرت 20 سنة حتى تحكي عن المجازر هالسنة؟ لأنه الذكرى المية، لازم هيدا الذكرى المية هيك يعني نقطة تحول بمسار أي بشكل شغلة. خاص. إيه، وأنا ما كان يعني ولا مرة حبيت فوت بهذا الكليشيه إنه لأنه أنا ولا مرة أرمني علقت بشكل تقليدي. إيه، لأنه أنا أرمني لازم أحكي عن المجازر، أنا أرمني وبدي أحكي عن الحياة، أنا أرمني بدي أحكي عن الأرمن، أنا أرمني وفي يكون ما بحب البسطرمة. استمرارية كمان بحب الملوخية. أنا أرمني ولا مرة كنت بحب أحصر حالي إنه بموضوع المزرعة، لأنه الأرمن مش بس مزرعة، الأرمن حضارة، الأرمن شعب، الأرمن هوية، الأرمن شطارة، الأرمن حرفة، الأرمن الأرمن بيانو. يعني هلا في بيانو. نعم، راح يكون ضيفنا بنهاية الحلقة المؤلف الموسيقي جي مانوكيان، فبتأمل هيك يستعرض لنا مهارات. أنا مثلا بالاستوديو تبعي في بيانو. ما في استوديو تاني توك شو بلبنان في بيانو، وهذا بيقول لك انه انا ارمني. انه توك شو لكن مين توك شو؟ لا، هذا موجود بشكل دائم. دائما موجود. طب انا البيانو تبعي ببين منك، نحن سبقناك. انتوا جيران الارمن. زبان بحلقاتك الخاصه بالارمن او بالذكرى الاباده الارمنيه بامتياز ذكرت توب 5 اللي نحن لازم نعرفهم عن الارمن. نعم، فينا نعرفهم منك بشكل سريع؟ كنت عم فكر يعني عملنا على السوشيال ميديا انه شو القصص العالم بتعرفها عن الارمن. رأي الناس إيه؟ بتصور. شو بتعرفوا عن الارمن او شو ما بتعرفوا عن الارمن، وحتى سالنا ارمن شو اهم شيء بالنسبه لكم وجمعنا توب 5. بدك تقولها هلا؟ إيه، عندنا وقت. اكيد.
رح أقولهم كتير باختصار بشكل سريع. توب فايف، رقم واحد كان أرارات. دائما جبل أرارات مربوط بالأرمن، هو رمز للصمود الأرمني وللعنفوان الأرمني، مع أنه جبل أرارات مش موجود بأرمينيا، هو موجود يعني محتل ضمن الأراضي التركية، وفي نزاع اليوم بين أرمينيا وتركيا عليه، بس الأرمن بيعتبروه هيدا إلهم، مثل ما اللبنانية بيعتبروا الأرز إلهم ورمز للوطن. هلا أهمية جبل أرارات أنه جبل مقدس، ليه؟ لأنه سفينة نوح رست على جبل أرارات بحسب الرواية الدينية. وشو يعني رست سفينة نوح؟ يعني لما الله عمل الفيضان الكبير وطلب من نوح ينقذ البشرية وعملوا السفينة حطوا فيها أزواج من كل أنواع الحيوانات، بقى البشرية رجعت بلشت من هيدا الجبل، من هالنقطة. يعني انطلاقة جديدة للبشرية. يعني الإنسان الأول لما نزل من قمة الجبل على الأرض، أول أرض دعس عليها هي جبل أرمينيا. هلا اليوم في شو خطورة جبل أرارات؟ انه بتعرفي كوكب الارض صار في كتير احداث انسانيه، وصار في كتير حضارات ومرور الحضارات بدول كثيره حول العالم. جبل ارارات لانه مغطى بالثلوج، يعتقد انه السفينه بعدها موجوده تحت الثلج، لانه من ملايين السنين ما حدا بيعرف شو في تحت هالثلجات. بقى اليوم اذا لقوا السفينه بتكوني عم تلقي، يعني عم تلاقي واحد من أعظم الأسرار بالعالم، لأنه في احتمال أنه تكون بعدها موجودة تحت الثلج أو أي أثر لها. وإذا ما لقيتيها مصيبة تانية، ليش ما عم يبحثوا عنها؟ أحسن ما يكون في جدل حول يعني لمين جبل أرارات. لأنه إذا حددوا هوية الجبل، إذا لقوها للسفينة، فيهم الأرمن يطالبوا بحماية دولية لهيدا الجبل. مشان هيك تركيا ما عندها مصلحة تفوت بهيدا السجال. بعد عنا أربعة من توب فايف، سريعا. التوب تو كانت كاليكيا. كاليكيا هي إمارة أرمنية تشكلت، أسسوها الأرمن على الساحل المتوسط بالقرن العاشر، استمرت للقرن الرابع عشر. والكاثوليكوسية الأرمنية تابعة، يعني بلشت من بيت كاليكيا ومش من أرمينيا، أو البطريركية. وهن في مرجعيتين للأرمن بالعالم، في مرجعية أنطلياس ومرجعية إتشمياتزين بأرمينيا. الأرمن بالاغتراب تابعين لأنطلياس، مش هيك أنطلياس إلى المكان العالمية بالعالم. يعني في مواطن أرجنتيني هو روحيا تابع لكنيسة أنطلياس، مش هيك أهمية هالصرح الديني. نعم، سبب بدي اتوقف عن تعريف عن التوب فايف لانه بدي اسالك سؤال شخصي. بلكي بولا بتكفي بالتوب فايف. ما بولا رح تكفي وتوفي، ما عندي شك. هلا انت قلت توب 3، بعد في اثنين لبولا. على الصعيد الشخصي، انت كنت اول مذيع اخبار من اصل ارمني، شو كانت الاصداء وكيف اجت هالفرصه؟ يعني انا بعتبر انه كاسر كليشيه كثير كبير انه الارمني ما بيعرف يحكي عربي. بلشت ب 92 يعني كمراسل اخبار، ورجعت مذيع، وكانوا العالم دائما يتعجبوا. وكان يعني اليوم مثلا اذا حدا ارمني بيحكي عربي منيح بيقولوا مثل نشان، مثل بولا، مثل زافين. وقتها ما كان في مثل مين، يعني كانوا يقولوا يمكن تيكشفوا اخطائك اللغويه، كانوا يقولوا مثل خاتشيك بابيكيان، الله يرحمه الوزير والنائب السابق. كانوا ينطروني يعلوا الصوت بس اطلع، وانا شكلي غريب. يعني اول ما بلشت كنت بوحي انه عمري 16 سنه وشعري كان في شعر، بعد شعر مفركش وهيك. كانوا يعلوا الصوت ليشوفوني عم كسر بالعربي. طبعا بالنسبه لإلي كان تحدي كبير، لانه بنته للوزير السابق بابيكيان رح تكون ضيفه إلسا بعد شوي بفواياج فواياج، فبنوجه لها تحيه. بنوجه لها تحيه، وانا يعني هلا بدي اسلم عليها، لانه بالنسبه لإلي والدها، يعني بالنسبه لإلي والدها هو شخص كثير مهم بحياتي، ومن الاشخاص اللي دفعوني وشجعوني ودائما ازاروني ودعموني لضلني مستمر بالكارير تبعي. سؤال اخير زمان، مع انه كنت بتمنى انه يطول وقتنا اكثر، لانه انا بصراحه ما شبعت ابدا من الحديث معك، ولكن بعرف اغلى ما عندك بحياتك هن اولادك ارا ومارك وامهم. وامهم اكيد. هن من امهم بالنهايه. كيف عم بتعلمهم انه يحافظوا على جذورهم وعلى قضيتهم وعلى هويتهم؟ بعلمهم انه يكونوا فخورين بنفسهم، وبعلمهم انه يعرفوا انه هن ارمن، وبعلمهم انه يكونوا لبنانيه مثل ما يكونوا عرب، مثل ما يكونوا ارمن، مثل ما يحسوا انه هيدا لبنان وطنهم، وهن عندهم يعني بينتموا لقضيه عالميه كبرى، هي قضيه انه الظلم ما في يمرق من دون عقاب.
بينتموا لقضية أنه ممكن تغير التاريخ. الأرمن اليوم هالسنة عم بيغيروا التاريخ، عم بيطالبوا أنه شيء صار من 100 سنة وكان له انعكاسات وله أثار، عم بيقولوا لحظة نحن بدنا نغير التاريخ، لأنه أي حدث بيصير بالتاريخ مش حدث جامد، حدث فيك تغيريه، طبعا مش موضوع سهل، بس أنه الأرمن عندهم هيدا الإرادة بأنه ممكن يغيروا التاريخ. هذا اللي بقوله لأولادي، وبقول لهم أنه هن لأنه الأرمن لازم يكون عم يعملوا ضعف المجهود بأي شيء، لأنه الأرمن لازم دائما يكون ناجح، حتى إذا الأرمن شحاد ومش عايب، لازم يكون شحاد ناجح شاطر وأكثر شيء يجيب مصاري. مثل ما والدهم عم بيعمل جهود كبيرة كمان حتى يتابع بالقضية الأرمنية أكيد، وبنشر الثقافة الأرمنية وين ما كان بالعالم. على قد ما أنت فخور بإنجازاتك زفان، نحن كمان فخورين فيك، لأنه بالنهاية إنجازاتك هي إنجازاتنا نحن، وأنت عم تنقل أجمل صورة عن لبنان لكل أنحاء العالم. وهي بحب بس أقول شغلة، إنه مش موضوع طائفة، يعني الأرمن الفخور بنفسه مش ما بيكون فخور بطائفيته، بيكون فخور بتاريخه إنه هو بعده موجود. أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله نلتقى بمناسبة كمان أحلى وأحلى. فواياج فواياج مشاهدينا مع ألسا بعد البريك، خليكن معنا.